السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بتكلم عن الإدارة، تعريف الإدارة أنها عملية تخطيط وتنظيم ومراقبة وتوجيه لمشروع تجاري بهدف تحقيق أهداف معينة. طبعا راح أتكلم أنا عن تربية الحلال بشكل عام وتربية المعزة بشكل خاص العوام. الأمور هامة جدا نحرص عليها، توفير المكان. فضل الله سبحانه وتعالى وفرت مكان، وفرت رعيان حسب العدد اللي بحطه من الحلال، 2-3 رعيان، ووفرت على فضل الله سبحانه وتعالى. الآن أنا ببدأ أنتقي المعزة اللي بربيها بحيث أن تكون لي منفعة ولا تكون ضرر. وأهم نقطة طبعا بلا شك العنز العربية تمتاز في أمرين هامين جدا، ونتاج حليب عالي فيها والتاهم. هذه نقطتين هامين جدا لازم نحرص عليها واستفيد منها كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ربي الحلال من الأمور أحرص عليها طبعا. هذه جفرة عندي ثني عمرها سنة، أول مرة تولد. بفضل الله سبحانه وتعالى شوفوا ضرع إخواني، بفضل الله سبحانه وتعالى مركن. شو شطورها سبحان الله، محالم. هذا طبعا الميزة الهامة جدا حرص عليها، شطر واضح حق الحلاب بالنسبة لمسكته، واضح وياه بالصورة. وانا حلبها لانه والده، ومن الخلف يبين واضح. هذا الديد قالوا عنه مركن. هذا من الامور الهامة وحرص عليها، لابد تكون هذه الصفة. واهم صفة العفو، مالي شغل بدونها، مشعرتها، طولها، جبرها، اهم شيء الضرع عندي. هذا نور الدين. اخواني مثل ما ذكرت الميزة الهامة جدا في العنزة حرص عليها اشتريها. الان عندي صفة ثانية في العنز اتجنبها قدر المستطاع لانها تعتبر سلبية. طبعا ينقال عنها جران او زواد الحمية، احنا ما نختلف بالاسماء، بلا شك زواد الحمية تكون فوق والقران تكون عند المحالم. هذا مو موضوعنا قران او زواد الحمية، لكن ان هذه الصفة تعتبر سلبية تجنبها. واضح لها بالصورة، هذه قران حاط صبي عليها المحالم. المحالم بفضل الله سبحانه وتعالى طيبة وفرع طيب مركن، لكن هذه الصفة تعتبر سلبية تجنبها قدر المستطاع، ما خليها عندي بالمراح. بلا شك بعض المربين يرى ان العنزة مثلا فيها قران ان حليبها عالي يحتفوا فيها، الامر متروك له. لكن في اكو امر هام جدا، ان العنزة هذه فحلت ولدها بكره راح يصير عندك مراحل، اذا كان عندك 5 راح يصيرون 10 او 15 او 20. طبعا هذا يعتبر سلبي لان هي تعتبر صفه بالجينات راح تنتقل، فانت تتجنب هذه السلبيه بدل ما يصير عندك 5 راح يزيد عندك العدد. وهذا طبعا الاجراء الافضل ان ما تفحل شيء منها. اخواني راح اعرض لكم كتاب، كتاب اسمه دليل اوصاف الماعز، المؤلف اخونا عبد الرزاق فليح سويلح. كتاب طبعا قيم وطيب، الله يجزيه خير نشكره وما قصر على بالكتاب. كتاب امانه مثري، في عن الامراض وفي عن جميع الالوان، امور كثيره هامه جدا. وهدا لي الكتاب جزاه الله خير ابو محمد صالح المدن. ولا ننسى طبعا في هذا الوقت ندعو الله سبحانه وتعالى يشفيه ان شاء الله باذن الله وييسر الامره، وأن يرفع الجاه عند دولتنا الكويت خاصة والمسلمين عامة وجميع العالم الإسلامي بإذن الله. دائما احنا نسمع الدلال بأعلى صوته يصيح سن وديد سن وديد، ودنا نكون على بينة نوضح شنو يقصد سن وديد. وياي بالصورة حاليا
طبعا الضرع او الديد 9 انواع، واضح يعني بالصورة. هذا النوع الاول، وهذا النوع الثاني، وهذا النوع الثالث، وهذا النوع الرابع، وهذا النوع الخامس، وهذا النوع السادس، واضح ويانه، وهذا السابع، وهذا الثامن. طبعا باجي واحد راح احط على الكاميرا او الصورة افضل تكون دقيقة، وهذا التاسع. التاسع طبعا ذكرته انا وصورته بالواقع اللي هو المركن، هذا طبعا يعتبر افضل نوع، وهذا اللي صورته اللي هو القران. فاصبح عندنا 9 انواع واضحين هنا بالصورة من الضرع، وكلهم الان واضحين ويانا بالصورة. الان بتكلم عن السن، طبعا واضح ويانا بالصورة. طبعا هاي جفرة، اسنانها ما سقطت، ولا طبعا اسنانها لبنية صغار ما سقطوا، واضح ويانا بالصورة، ولا سن طايح. عمرها طبعا ما عدت سنة، اذا وصلت سنة راح يسقطون سنين، هذه سقطن سنين، هذا سن، هذا سن ثنية، سنين سقطوا منها. بعد ما تكمل السنتين، الثنتين اللي بعدهم راح يسقطون 4 1 2 3 4، يسمونها رباع، 4 اسنان سقط منها. بعد الرباع راح يجي سدس، واضح ويانا بالصورة، 1 2 3 4 5 6 سدس. وبعد سدس صافة، الأسنان كلها تسقط. وأنا طبعا موضح وحاط الرقم، إذا صغيرة سنة، هذه سنة، سنين أولين قدام يسقطون، السنة الثانية سن هذا السن هذا اليمة، السنة الثالثة سن هذا السن هذا، السنة الرابعة السن هذا السن هذا. طبعا فإذا سمعنا ثنية يعني سنين طاحوا سقطوا منها، نقسمها على 1 يصير عمرها سنة. سدس 6 أسنان، نقسمه على 2 3 سنوات تصير عمرها. رباع 8 أسنان، نقسمه على 2 يصير 4 سنوات. إن شاء الله بإذن الله بواحد الصورة. في إخواني أمرين هامين جدا، أول شيء طبعا تقييم الراعي، وهذا الأمر الهام جدا، والأمر الثاني ما يقل أهمية تقييم الحلال بشكل عام والعنز بشكل خاص، ومن ضمنها طبعا التيس. وأنا معتمد عندي من فترة طويلة كشف، ودي أعرضه لكم قدام الصورة. هذا الكشف واضح، طبعا تم هد التيس بيوم بالتاريخ، مرجعه طبعا مرجع التيس عزكم الله، لونه، عدد الماعز اللي هديت عليهم، في ارقام واضحه ويانا يعني بالصوره، رقم الاول، رقم الثاني، رقم الثالث، طبعا اسم الماعز، تاريخ الاولاد، عدد الاولاد، النوع، وملاحظات. هاي من امور هامه جدا اذا هديت التيس، هذا كشف خاص حق هد التيس مع المعزه، واي ملاحظه اسجلها هني، واذا كانت ملاحظات اكثر اسجلها بالخلف، واضح ويانا بالصورة. الامر الاخر وهو طبعا هام جدا، اساسا انا اقيم، طبعا انا هذا تقييمي حق التيس عزكم الله، وتقييمي حق العنز، لكن هي حق العنز بشكل اخص. اسم المعزة، اسم ابوها، اسم امها، هاي من الامور هامة جدا. اسم التيس اللي هديته وياها، طبعا رقم واحد اسم التيس، كل سنة يمكن تيس يختلف، او سنة هاي هديت فيها تيس نفسه، السنة اللي بعدها نفسه، تاريخ هدي تيس، هذا طبعا كشف خاص حقها، تاريخ اولاد متى ولدت، نوع الاولاد مفرد توم، نوع الاولاد طبعا نوعين انا حاط، طبعا اذا كان توم مفرد او توم، واذا كان نوع اللي هو طبعا اقصد تيس او جفرة، وحط سيده اسم الاولاد يعني او ارقام بحيث ان الاكبر او مرجع لي على اساس ما اضيع بينهم. هذه طبعا ملاحظات، هذه هامه جدا كشف، طبعا ودي انا
يكون واضح. هذا هام جدا حق تقييم العنز. تكلمت طبعا انا عن الضرع وانواعه، وتكلمت عن السن. بلا شك طبعا عندي بالمراح معزه بعضها شطرها مش شغال، شطر واحد شغال، شطر ثاني مش شغال. هذه تعتني وتتعبني وتاخذ وقت من الراعي، خاصه اذا صار لها مثلا سنه سنتين وخذيت منها انتاج طيب. نفس الوقت هذا ابيعها، انتظر بس اذا عقب ما تولد بامها توصل شهر شهر ونص تبدا ترمرم ابيعها. عندي معزه هم نفس الشيء، ولدت جابت واحد حليب قليل، وجابت مره ثانيه السنه الثانيه حليب هم نفس قليل، هم ابيعها ما اخليها. نفس الوقت عندي بعد بعض المعزه تنطح، هم هذه ما اخليها لان تسقط عندي بعض المعزه سببها هي، مهما كانت طيبه نفس الوقت هم ابيعها. بعض المعزه يصير عندك نفر، يعني وقد تكون طيبه لكن السنه هذه صارت نفر، ولدت جابت اثنين خفت جهد من الراعي، السنه اللي بعدها نفس الشيء نفر، فهذه هم ما اخليها بالمراح، هم تاخذ وقت من الراعي وجهد، هم ابيعها. كل هذه الامور انا احاول قدر المستطاع ما اخليها بالمراح، لان وجودها خساره وضرر. ونفس الوقت اختار يوم بالاسبوع، قد يكون السوق يوم الخميس مرتفع او يوم الاثنين اختاره، حتى الاختيار هذا الوقت مناسب حق بيع الحلال. ونفس الوقت في 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 فلان يوم او يومين بالشهر السوق يرتفع، اعرفه انا، هذا طبعا تكون ضمن الاداره، اختار اليوم هذا اللي فيه البيع يكون سعر الحلال غالي او مرتفع هم ابيعه. هذه من ضمن الامور الهامه اللي حرص عليها كاداره، بحيث اني الضرر يقل لي كمربي حلال، ونفس الوقت يكون عندي الحلال اقل عدد، كما قال طبعا قاعده الاولين نقلل ودلل. راح تشوف طبعا بعد فتره ان المراح قليل فيه الحلال، وكله فضل الله سبحانه وتعالى، حلال يعتبر طيب ما في شيء يعني طبعا يعاب. وما يمنع انا احب الالوان، عندي لون انا ما احبه ابيعه. عندي طبعا الحين نبره جماليه، طبعا النبره الجماليه ما يختلف عليها اثنين، لكن تعتبر نقطه ثانيه مو النقطه الاولى بالنسبه للحليب. قرونها مكسور او قرونها ثنتين مكسورين هم ابيعها. ما من رفع انا ابيع عنز رفيعه، ما يمنع ابيع العنز الطامنه اذا كانت، خاصه بعض الاحيان تطلع بعض المعزه حجره تنقرع وهي صغيره ابيعها. كل هذه الامور تعتبر ضمن الحسبان ما اخليها في المراح اذا كنت انا ما ارقب فيها. طبعا وجودها قد يكون عدد كبير جدا ويصير ضرر على الحلال. وانا لي نظره مثلا كمربي، ابي انا مثلا عندي معزه ابي شعرها تهلى، ما يمنع طبعا اذا كانت هذه رغبتي احرص على العنز اللي شعرها تهلى. هذه كل الامور باذن الله بعد فتره، يعني انت الان الاجراء اللي قاعد تسوي خلال سنه سنتين يفترض انه يكون اذا كان راح عندك 6 من 10 راح يصير 7 راح يصير 8، لكن اذا ما سويت العمليه هذه اذا كان نسبه امراحك يعني 6 راح يصير 5 راح يصير 4. ونفس الوقت اقل تكلفه بالنسبه للعلف، واقل تكلفه بالنسبه للماي، واقل تكلفه بالنسبه للمتابعه للراعي. ونفس الوقت عزكم الله السامعين حتى التيوس. التيوس انا عندي مثلا 2 أو 3 جربت واحد هالسنه انتاجه مو ذاك المستوى، طبعا انا قايل يعني وذاكر عده مرات التيس بغيت اجربه اقطع عليه اقط يعني ما يقارب 5 وياه معزه اهد عليهم واشوف انتاجه. والله هالسنه انتاجه ما كان ذاك المستوى، مثلا ياب 2 من 5 او 3. السنه اللي بعدها هم انتاجه من ذاك الانتاج ما خلي انا ابيعه. لا والله عندي تيس جربته على 5 رؤوس كان انتاجه طيب، السنه اللي بعدها امسك عليه. هذا من ضمن الامور الهامه جدا وحرص عليها. ونفس ما قلت بالكلام بدايه كلامي الاولي اللي هو طبعا بالنتيجه اقل خساره. وفي امر هام جدا طبعا انا حرص على التطعيم، التطعيم ضمن امور هامه جدا. وفي امور حساسه ودقيقه اغلب الربع يعني يتاخرون بالنسبه للتطعيم، لان عنده حلاله مثلا عنده 20 راس واحد من ربع عنده 30 راس، فيتعاونون على 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 التطعيم. مثلا التطعيم حق 50 راس ينتظر هذا الطعم يطعم له، فيمكن يتاخر ويطلع عليه فتره التطعيم. فانت بلا شك يفترض انك تربي عندك بالمراح 50 نازل، يعني ما يقارب 45 48 46
البيع الراس ما يمنع، لكن لا يصير واحد 50 راس أو 55 راس، لأن بعض التطعيمات حق 50 راس سنتين، فأنت تفطر تفتح علبة ثانية. نفس الوقت في بعض التطعيمات حق 100 راس، فأنت يفترض ما يكون عندك 110 روس أو 120 راس، يكون عندك مثلا 80 90، ما يتعدى 100 حتى ما تشتري علبة ثانية. هاي من الأمور الهامة جدا وتحرص عليها على أساس أنها أقل تكلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أبو ناصر المحارب.